شو تطيحني انا؟ مالك حي الله العب هذه. مرحبا. كيف تراني؟ اليوم انت حصان غزال ما شاء الله تبارك الله. انت ما هتشوف الحصان. والله قديها موضة خلاص. كيف موضة؟ موضة هاك. لا 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 لا. أيوة ربي. المفروض انك بعد تلبس. اجلس ما شاء الله تبارك الله. طيب. اجلس. طيب دقيقة. لا تطيح. وهذا. اقول لك. والله يدك ما شاء الله عليك. فين الكرسي يا عماد؟ راحة. حطيتها في الاردن قالوا هناك في طبيب ايوه وقال لي بعد الكروش ولا تسوي التكميم هذا اوكي يبالك مصبر من هنا ومن هنا لا دخلوا بحاجه داخل ايوه وشلوها من داخل ايوه ووروني بها قلت ما هي دي قال هذا بطنه ابوك يا احمد ايوه والله ولكن والله رجل مو ابو قشو قشو بطنه بطني والحماتها مشيت من هناك حتى أنا اللي أنا هاكل بسم الله عليك وذكر الله عين لك سيارة ما شاء الله عليك قل لا إله إلا الله ما شاء الله ما شاء الله تديك التوع كذاك ما شاء الله سوى طيب فين الكرة دقيقة أوريك أوري أوري أشهد لا إله إلا الله أذكر الله ما شاء الله عليك اليوم ما شاء الله عليك والله تعجبني والله كانك اليوم كانك تبغى الثانية على هذا استغفر الله واتوب اليه الا 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 بطلنا ما شفت ما شفت معك بس انا استغفر وسويت التكميم هذا لمين؟ ها؟ لما سويت التكميم؟ لنفسي يا اخي عشان امشي وارجع والف يمين عسى جاك الروماتيز هذا ايوه ون... من اهل امسك النار اوه ايوه لقى ربك ستر والنقرش هو هذاك اللي هنا وربك سالم السكر والضغط كل... لا اول ماشي اول كان واحد يتكلم علي ازعل اطيح اشهد ايوه ان لله اما دحين لا اموري طيبه والله ما دحين يبغى لك الا ولي ربي ربي اول يا بارك الله منو هذا ارتبي ايوه ارتبي الا لا استاهل ارتبي استاهل هذا العب هذه عرفت انت؟ الله يخص ذا الوجه استغفر الله قريت انت قريت من اول كان مطمنك هذه اللي كانوا سمينا الله الله يحيي ذا الوجه اي ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله شوف الاستعراض ما شاء الله ارتبي ارتبي ما قطبناني ما وجه تطيحني ما قطبناني الزمو 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 ليه بلي ليه بيطيح المسرح كله لا اله الا الله أريت لهم رتبة يا أخي ما لا رتبة هذه والله انتظرني يا أخي معي دكتور دائما أراد أن أحاول خلوا علي فاطم على الفاضي قال عندي نقص وعندي نقص في الكروكس وعندي نقص في حاجات مبعسلة والله يا أبو جبران أنت أي أبو جبران اسمع يا حبيبي والله أنت تجلس تأكل من هذه لا 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 التيوس هذه اللي تربيها عندك في الحوش مكانها أكل اقول لك حد بيعني مره اقول لك اركبي اركبي ما دخل بعدين ما زاد علي حتى خط المتهام يا الكرسي هذا ما له تعبي من هذا لا ما هم كرش هم ركب مركب مركب اي والله انت هذا ما تسوي عندك قالك تطفش فيك من هذا الدخره من هذا التميس انا ترى ما انا اركبي حتى ما تنم جبالي ويوم خط المتهام قام علي اها لا لا ثاني على طول تستاهل اسمع اقول لك تستاهل انت تدري ما هو سوى العم هذه عسى الله تموت ترى مو رياضة هذا يا طويل العمر راح الاردن الاردن دكتور سوداني انه يقص له بطنه بنص بنص قص بطنه قص بطنه بنص قصه فعلت قالوا لقله كومتي صبيا ومتلي هيردع اي كم ميفا ما يعشي على طول ميفا ما يعشي برا يلا اربع حواسي قادرين ما غاش
ويلا الناقة كلها حلبها واسمها. وعشان تضعف. ودحين يا طويل العمر السلامة سوى التكميم. حبة زبادي ما يكملها. عشاء وغدا وفطور. جمبري ما اكله. قال ما اكله. قص بطره وما جاي ايش؟ قص بطره واحنا ذحين نبغى نشلك ونوديك هناك عند الدكتور. ها؟ والله ما تقص بطره. الا قص بطره. حرام في ما تقص. فيجيك السكر ويجيك الضغط والكوليسترول وهذا. خلك حتى عيونك معطله. خلك تمك تستاهل. قصة مبني ليش يقص تمام دكتور عاد انه غالي وعزيز علينا نوديه مدام كذا خلنا نعين بيتكم معانا بيع من هذه التوسة اللي جاي استاكلت بيع منها وروح قصة مطرة خولتي سبيا قصة مطرة لا 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 ما قصة مطرة لا لا وربي ما تروح والله الركب عالي تروح لعد الناس بها بعدين من هذا حد دكتور معك اي العب هذه ديك المصيد ما شاء الله تبارك الله كان ما يقدر حتى يصلي مسكين يصلي جالس اليوم قديم يقول لك بشر من الاردن حتى سيدك والله ما قص بطني لا 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 والله ما قص ما نقص الدكتور تدري دحين قديم هان عندنا قم شد قصة قم خلينا نقصه قم يا سكا خليك تضعف هيا قم تقص الكرشة لا قص الكرشة لا 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 والله قم هر أنت تي قم يا 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 دحمي قم خلنا نوديك عن برد الرجل خلنا نريحه تقص إنك لا تخف قصد شلو شلو على فلا 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 المسرح فلا قم 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 ولي شلو زينا هذا شلو مصير اسحبوا أجيب ظهري انا كده اتمد الحين اتمد بنا ما عليك ما عليك روح عند الدكتور هيا نمشي روح عند الدكتور خلي قصه بطل لا لا والله ما يقص بطل الا تقص ان شاء الله انت بس اللي اضمن اني ما اموت والله ان شاء الله طول من عمرك لكن ان شاء الله ما تموت واذا قص بطني مش ليردع صدقني انك لا تفهم ترى غزال وتشوف هيا هو عين قصه الحين عنده على بسم الله يا مرجفة ايوه سيدي ابنة تفلت الدرج مقصص